اهلا بيكم حبايبي، تلاميذ سنه رابعه ابتدائي اللي بياخدوا منهج فرندول، او مش بس منهج فرندول، او اي طالب بيتعلم فرنش. النهارده ان شاء الله هنشتغل المحاضره الثانيه او الحصه الثانيه من كتاب اوروفوار، وهنشرح حاجات مهمه جدا 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 لازم يعرفها اي طالب بقى، سواء كان بياخد منهج فرندول او اي منهج تاني. طب المحاضرة دي مهمة ليه؟ عشان فيها كذا حاجة، فيها الأدوات المدرسية زي قلم وستيكة وهكذا، الأرقام لنمبر، وأيام الأسبوع لجور دلا سومين، شهور السنة لموا دولاني، وكمان هنتعلم فيرب أفوار وفيرب إيت وفيرب سابلي، وهنتعلم إزاي نعمل سي بريزونتي أو إزاي أقدم نفسي باللغة الفرنسية. أنا أيمن سعيد معاكم، أحد مؤلفي كتب أوروفوار. ركز معايا، جهز كشكولك، ابدأ بقى اسمعني، على أساس هنشرح حاجات مهمة جدا تأسيسية قوية لا غنى عنها لأي طالب بيتعلم فرنش. طيب مع بعض كده، هنا أهو أول حاجة بيقول لي كيسك، كيسك اليا دولا بلاس، ومعنى كيسك يعني ماذا؟ أنا هشتغل معاك خطوة خطوة. كيسك يعني ماذا؟ كيسك اليا ماذا يوجد دولا بلاس في الفصل. فواحد قال له دولا كلاس اليا في الفصل، في انا عندي كلمه ان فيناتر، ان فيناتر يعني نافذه او شباك، وكلمه ان تابلو سبوره، ان تابلو سبوره، وكلمه ان بون مقعد. يبقى عندي تاني ان فيناتر، انت معايا من فضلك، ان فيناتر ان تابلو، ان تابلو ان بون. هنا يا جماعه في كلمه بون حرف السي ما انطقهوش خالص، ما تقولوش بنك ان بون. تاني ان فيناتر ان تابلو، يبقى فصلي فيه فيناتر شباك، وتابلو ان تابلو سبوره، وان بون يعني مقعد. طيب بعد كده السؤال اللي بعده، كيسك يعني ماذا؟ كيسك اليا، كيسك اليا دون لا تروس، كيسك يعني ماذا؟ اليا يوجد دالا تروس في المقلمة، يعني المقلمة فيها ايه؟ فقال لي دالا تروس اليا في المقلمة يوجد. كيسك يا جماعة يعني ماذا؟ اسمها كيسك. اليا يوجد، دون يعني في، اسمها دون، اسمهاش دانس، الاسم ما انطقهوش خالص، دون لا تروس، ماذا يوجد في المقلمة؟ فقال لي دون لا تروس اليا في المقلمة يوجد. يبقى كلمة تروس يعني مقلمة، المقلمة فيها ايه؟ فيها ان ستيلو، ان ستيلو قلم جاف، ان ستيلو، ان كرايون، ان كرايون كرايون، ان راجل، ان راجل، ان جوم، ان جوم يعني استيكا، ان تاي كرايون، تاي تاي، محدش انطقها تل ولا تاي، تاي تاي، هنا الاي ال ال اي منطقه اي، تاي 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 كرايون تاي. يبقى ان ستيلو، ان كرايو قلم رصاص، ان رجل مسطره، ان جوم استيكا، ان تاي كرايون. يبقى التروس يبقى لما فيها استيلو، ان ستيلو، ان كرايون، ان رجل، ان جوم، ان تاي كرايون. طيب كيسك اليا دان لو كارتابل، يعني ايه كارتابل؟ يعني الحقيبه او الشنطه بتاعتي، كارتابل. يبقى خدنا كلمه كارتابل، كارتابل يعني حقيبه، وتروس مقلمه، وكلاس يعني فصل. طيب هنا الكارتابل فيها دو فاتر، فاتر، ومعنى كلمه فاتر يعني اقلام الوان. ان تروس مقلمه، تروس ان كايي، كايي يعني يا جماعة كايه؟ كشكول، أن كايه؟ كشكول، أن كايه؟ يعني كشكول. طيب، أن ليفر كتاب، أن ليفر كتاب، أن ساندويتش، أن ساندويتش، تاني لو فاتر، إن تروس، يعني مقلمة، أن كايه؟ الإير هنا غير منطوقة، ما حدش يقول لي كايير ولا لأ، أن كايه؟ والأش ما انطقهاش، كايه؟ أن ليفر، أن ليفر. ان ساندويتش. طب هنا بقى عندي تمرين، والاكري شاك مو اسون جونر، اكتب كل كلمه في المكان الخاص بيها. يعني هنا دولا كلاس الفصل في ايه؟ الفصل اكيد اكتب هنا انفينيتر،
هكتب هنا فينات شباك يعني، وهكتب تابلو سبوره هنا ان تابلو، وهكتب ايه تاني؟ امبورت باب، يبقى هكتب امبورت ومعاها انفينيت ومعاها ان تابلو، امبورت باب انفينيت شباك ان تابلو سبور. طب ثلاث روس اللي هي مقلمتي، المقلمه فيها ايه؟ اكيد فيها كريون، قلم رصاص، اسف هنا بردون، هنا انت كريون، تاي كريون قلم رصاص، واكيد فيها مقلمه، فيها ايه تاني؟ ان رجل مسطره، وان جوم ستيكر، يبقى تاي كريون ورجل وجوم. طب ده اللي كارتابل اللي هي الحقيبه فيها ايه؟ الشنطه بتاعتي فيها ايه؟ الكارتابل فيها ساندويتش، ساندويتش، وفيها ايه تاني يا جماعه؟ وفيها ليفر كتاب، وفيها كايي كشكول، يبقى كايي وليف وان ساندويتش. التمرين اللي بعده يقول لي شوازيلا فور ريبونس، كرسي يعني ايه؟ اقول له كرسي يعني شاز، كرسي يعني ايه؟ شاز. طب مسطره، اختار رجل، مسطره يا جماعه يعني ايه؟ يعني الرجل. طب مقلمه، مقلمه خدتها مع مسيو ايمن انها اسمها تروس، مقلمه تروس. طب الى اللقاء وباي باي، اسمها اوروفوار، اللقاء يعني ايه؟ اوروفوار. انا عندي هنا شخصيات الفصل لي بيرسوناج دو لا كلاس، عندي انا بروفيسور معلم، انا بروفيسور، بروفيسور معلم اهو، ان بروفيسور معلمه، ان إلاف تلميذ، ان إلاف تلميذه تاني، يبقى معلم انا بروفيسور معلمه، ان بروفيسور هي نفس الكلمه بس هنا مذكر، هنا لكن هنا ان، ان إلاف، إلاف تلميذ، ان إلاف تلميذه. الاماكن اليو زي ان كلاس فصل، قلنا كلاس او ان كلاس، ان ايكول مدرسه، ان ايكول يعني مدرسه، ان كونتين، ان كونتين يا جماعه يعني ايه؟ يعني الكونتين، يبقى ان كلاس، ان ايكول، ان كونتين. طيب هنا سو شاك ايماج اكري لموكم في نام، تحت كل صوره اكتب الكلمه المناسبه. هنا كلمه مين دي؟ ده انقيه كشكول، طيب هنا اكتب بقى مين كلمه انقيه كشكول. ده منظر يا جماعه، استيكه، استيكه يعني ايه؟ ارجع لكلماتك وشوفها، هي ان جوم، ان جوم يعني استيكه. طيب بعد كده ده صورة فصل، وفصل يعني ان كلاس، اهي تكتب هنا ان كلاس. دي سبورة، سبورة يعني يا جماعة يعني ان تابلو، سبورة ان تابلو، هترجع الكلمات اهي وهتلاقي كلمة سبورة اهي، وتكتبها ادي اهي ان تابلو، وتكتب هنا الكلمات. طيب بعد كده ده صورة مين؟ صورة كونتين اللي هو المكان اللي انا باكل فيه. ده ولد أو تلميذ، يبقى إليف، أن إليف تلميذة، إن إليف هكتب هنا إن إليف، مسطرة إن رجل، مسطرة يا جماعة يعني إن رجل، فهكتب هنا إن رجل. بعد كده هنا أحط ولا إن، مذكر ولا مؤنث؟ هنا كلمة ليف كتاب، دي مذكرة فهكتب معاها هنا طب تروس مقلمة، هكتب معاها إن عشان مؤنثة، إن تروس. طب كريون، هكتب معاها إن كريون، إن كريون. طب جوم، هكتب معاها إين جوم، إين جوم. طب بعد كده إيكول مدرسة، إيكول يعني يا جماعة مدرسة، هكتب إين إيكول. طب خوفيسير معلم مذكر، هكتب هنا خوفيسير. كونتين الكانتين مؤنث، هكتب إين كونتين، يعني هكتب إين هنا. طب تابلو اللي هي سبورة مذكرة، هكتب هنا تابلو. هنخش بقى الأرقام لنوم من أول زيرو لحد مين؟ لحد فان، من أول صفر لحد 20. هنا زيرو، أن دو، تاني معايا زيرو، أن دو، تروا، كاتر، سانك، سيس، ست، ويت، هنا ست،
ويت ناف ديز. تاني معايا زيرو ان دو تروا كاتر سان سيز سات ويت ناف ديز. اونز دوز تريز كاتورز كانز سيز. اونز دوز تريز كاتورز كانز سيز. ديز ست. ديز ست. 17 اللي هي 10 و7 يبقى ديز ست. 18 ديز ويد. ديز ويد. ديز نف يعني 19 وفا يا جماعه ده كام؟ يعني 20. تاني يبقى 11 اونز دوز تريز كاتورز كانز سيز ديز ست ديز ويد ديز نف ذا. هنا بقى الطالب بعد ما يبص على الارقام دي هيبدا يكتب هنا. هنا 2 يعني ايه؟ دو اهي. يكتب هنا دو. 4 كاتر. هنا 6 سيس. 8 ويت. 10 ديس. 12 دوز اهي. 14 كاتورز اهي. بعد كده 16 سيز. 1 ان. 20 فان. 4 كاتر. 3 تروا. 5 سانج. 7 ست. 0 زيرو. 9 نف. 11 اونز. 13 تريز. 15 كنز. 17 ديز ست. 19 فان. هنا وصل بقى. هنا السوسي وصل. ديز يعني كام؟ يعني 10 اهي. هنوصل كده. ديز. دوز اللي هو 12. دي دوز اهي. كنز. كنز 15. دي كنز كده. ست سبعة ادي ست كده. فان 20. فان ما حدش يقول لي فان كده. الجي والتي ما تقهمش خالص. اسمها فان. ادي فان. ديز ست اسف ديز ويت 18. ديز ويت اهي. تريز 13. تريز 13. هنا بقى كونت اكري يعني عد واكتب. هنا نقول ان دو تروا كاتر سانك سيس. نكتب هنا سيس. هنا بقى 1 2 3 4 5 وهنا 5 5 5 كام يا جماعه؟ يبقى ديز 10. اكتب هنا ديز. هنا 1 2 3 4 اكتب هنا 4. 1 2 3 اكتب هنا مين؟ 3. ده كله في كتاب اوروفار. واحنا كده بنحل الصفحه رقم كام؟ 24. هنخش بقى 25. هنا بقى 5 5 اكتب هنا ديز. هنا 1 2 3 4 5 6 هنا اكتب هنا مين؟ 6. أنا بحل معاك التمارين علشان مؤمن بحاجة إن كتر الحل معاك بيخلي النطق عندك كويس. يعني لو مش عارف تنطق كلمة أو مش عارف تقراها كويس بنعوضها في الحل أهو. يعني معنى كلامي أنا بشتغل معاك كأني في حصة معاك بالظبط. آن دوتر و كاتر. هكتب هنا مين؟ هكتب هنا كاتر. هنا ده واحد. واحد يعني آن. هنا آن دوتر و هكتب هنا تروا. آن دوتر و كاتر سانك. هكتب هنا سانك. طيب هنا بقى كيرير لومبر أون لتر. دول كام؟ ان دو تروا. دو هكتب هنا تروا. طب ان دو هكتب هنا دو. طب تروا ودو يعني تروا بلس دو يعني 3 زائد 5 يساوي كام؟ اسف 3 او هنا تروا بلس دو 3 و2 هيساوي كام؟ هيساوي 5. بص هنا ان دو تروا 4 5 هكتب هنا 5. طب بعد كده ان دو تروا هكتب هنا تروا. هنا كام؟ ان. اكتب هنا ان. هيساوي كام بقى؟ يساوي 4. ان دو تروا 4. وهنا كام؟ 4. هكتب هنا 4. طيب بعد كده ان دو تروا 4. هكتب هنا 4. ان دو تروا 4 5. هكتب هنا 5. يبقى عندي 5 بليس 4 يساوي كام؟ يساوي نف 9. هكتب هنا 9. وهكذا بقى. ان فين ان هنا؟ اهي. اختار ان. ست سبعة. فين السبعة هنا أو فين الست؟ أهي أدي الست. زيرو فين الزيرو هنا؟ أدي الزيرو. سانك فين السانك هنا؟ أدي السانك أهي. طب تروا أهي التروا. اللي بعد كاتر. فين كاتر؟ كاتر 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 أهي. أهي أهي أهي. زيرو أدي الزيرو. ديس
ريديس. ناف دي الناف. ويت ما هي الويت اهي. طب ست الست اهي. طب سيس السيس اهي. بعد كده اختار هذا ست ادي الست. نف ادي يا جماعه النف اهو. ويت ادي هنا الويت اهي. سيس نختار السيس. سانك سانك اهي. تروا تروا اهي. ديس الديس اهي. كاتر كاتر اهو. دو ودي اهو. الباقي بقى ديفوار يحل الطالب مع نفسه. هنخش بقى مين على ليجور دولا سومين ايام الاسبوع. ليجور دولا سومين ايام الاسبوع. لا سومين اون جيب الاسبوع في مصر. لا سومين اون جيب ايام الاسبوع في مصر. لو سام دي يعني السبت. لو سام دي. لو دي مونش. لو لاندي. لو ماردي. لو ميركردي. لو جودي. لو فاندردي. تاني يا جماعة. لو سامدي. لو ديمونش. لو لاندي. لو ماردي. لو ميركردي. لو جودي. لو فاندردي. طب لا سومين اون فرانس. الأسبوع فين؟ في فرنسا. فرنسا بيبدا الاسبوع من يوم الاثنين. احنا في مصر عندنا الاسبوع يبدا السبت وينتهي الجمعه. فرنسا بيبدا الاثنين وينتهي الاحد. يبقى معايا كده لو لاندي لو ماردي لو ميركردي لو جودي لو فاندردي لو ساندي لو ديمونش. طيب لي جور دي كونجي. في فرنسا عندهم الويك اند ولا فرانس يعني عندهم الويك اند بتاعهم يومين لو سامدي ولي ديمونش. السبت والاحد في فرنسا اجازه. لكن لي جور دي كونجي او الويك اند في مصر احنا عندنا الويك اند او جور دي كونجي اللي هو مين؟ اللي هو لي فوندردي. يوم ايه يا جماعه؟ يوم الجمعه. يبقى فرنسا عندهم لو سامدي ولي ديمونش يعتبروا ويك اند او جور دي كونجي. وفي مصر عندنا الفوندري دي هو المين؟ هو الويك اند بتاعنا. يبقى فرنسا سبت واحد وفي مصر ايه؟ الجمعه. هنا بقى بيقول لي ايه؟ دان لا سومين في الاسبوع اللي يا ست جور. في كام يوم في الاسبوع؟ في سبع ايام. بيقول لي ارانج لي جور دو لا سومين اون جيب. رتب ايام الاسبوع في مصر. في مصر هبدا لو سامدي بعد كده الديمونش بعد كده لاندي ماردي ميركردي جودي فاندردي. طب وانا فرنسا بقى؟ فرنسا بدأ بايه؟ يوم الاثنين لو لاندي او لاندي. طب بعد لاندي الماردي بعد كده الميركردي بعد كده الجودي بعد كده الفاندردي بعد كده سامدي سوما ديمونش. اخر حاجه بقى هناخد لي موا دو لاني شهور السنه. لي موا دو لاني يعني شهور السنه. ودي اخر حاجه في المحاضره الثانيه اللي هي لي موا دو لاني يعني شهور السنه. طيب جانفي جانفي فيفري فيفري مارس افريل ماي جوان. تاني جانفي فيفري مارس افريل ماي جوان. جوي 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 اوت اوت سبتمبر سبتمبر اكتوبر اكتوبر نوفمبر نوفمبر ديسمبر ديسمبر. تاني يا جماعه janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. وهنا بيقول لي dans l'année, في السنة, il y a 12 mois.
في 12 شهر، دوز 12 وكلمة أموا يعني شهر وكلمة أني يعني سنة. طيب هنا بقى كومبليت دي جانفي اهو، اي هكتب بعديه فيفريي مارس ابريل ماي جوان وهكذا بقى، يعني هكتب الشهور هنا. هي بقى شو لازم يختار جانفي اي يعني يناير يكون ان موا ولا اي سومين، شهر ولا اسبوع؟ طبعا يناير او جانفي بيكون ان موا شهر. لو سامدي اي السبت يكون ان جور ولا اي سومين؟ طبعا السبت بيكون ان جور يعني يوم. طب 10 بلس 10 10 و10 كام؟ طبعا اكيد 20. ضلاني في السنه، السنه فيها كام موا كام شهر؟ طبعا السنه احنا عارفين فيها 12 موا 12 12 12 موا يعني 12 شهر. ضل سومين في الاسبوع، اليا نقط جور يعني اسبوع، كلمه سومين اسبوع. الاسبوع فيه كام يوم؟ طبعا يا مسيو احنا عارفين ان الاسبوع فيه 7 جور يعني 7 ايام. هنا بقى بيقول لي شاس لانتولو، طلع الكلمه مختلفه، جانفي مارس اكتوبر ساندي. طبعا ساندي هي المختلفه، نكتب هنا بقى ساندي على اساس ان كلهم شهور، لكن ساندي ده يوم السبت. تروا ديس سافا فان، طبعا فان وديس وتروا ارقام، لكن سافا كيف حالك ده موضوع مختلف خالص. انا مين هكتب هنا السافا، هنا بنطلع الكلمه المختلفه، هنشوف يعني ايه الكلمه المختلفه عن باقي الكلمات. جودي جويي ساندي ماردي، جودي جويي يوليو ساندي السبت ماردي الثلاث. طبعا هنا جويي ده شهر يوليو وده المختلف، لان الباقيين كلهم مين؟ كلهم ايام. بونجور بونسوار لاندي بونوي، طبعا هنا مختلف يا جماعه، مختلف لاندي علشان لاني بونجور وبونسوار وبونوي كلهم تحيه. هنا كومون تيتابيل اسمك ايه؟ هيقول جومابيل بيير، نوصل دي بدي جومابيل بيير. كومون سافا؟ انت ايه اخبارك؟ طبعا هتقول سافا بيان ميرسي، انا كويس. تروا و ست، يعني تروا بلوس ست، 3 و7 يساوي كام؟ طبعا يساوي ديس، وديس يعني 10. لو ماتا اون دي، طبعا بنقول في الصبح بونجور، صباح الخير. بعد كده يا جماعه هنرتب تابيل تي كومون، هبدا بمين هنا؟ اهو هبدا بكومون تي تابيل، ما اسمك؟ هنا اج و ا وكل و تي، طبعا كل اج ا تي، يبقى كل اج ا تي. بعد كده بونسوار اون دي لسوار، طبعا لسوار اون دي بونسوار. جور دون سيت لا سومين اليا، طبعا دون لا سومين اليا سيت جور، معناها في الاسبوع يوجد 7 ايام. هنا بكمل دون لاني اليا نوات موا، السنه فيها كم شهر؟ هكتب هنا دوز، يعني في السنه يوجد 12 شهر. دون لا سومين اليا نوات جور، في الاسبوع في كام يوم؟ طبعا اسبوع فيه 7 ايام، اكتب هنا مين؟ اكتب هنا 7 جور. 9 بلس 9 9 و9 كام؟ طبعا 18، اكتب هنا مين؟ ديز ويك. نقط اون دي بونجور، امتى تقول صباح الخير؟ طبعا احنا خدناها قبل كده في لو ماتان في الصباح، نكتب هنا مين يا جماعه؟ نكتب هنا لو ماتان اون دي بونجور. بعد كده نقط اج ا تي، هنا اصل مين؟ اصل كل، اكتب هنا كل اج ا تي. كومون نقط فا، طبعا هي كومون سا فا، معناها كيف حالك؟ ان بلوس ان ايجال، يعني واحد زائد واحد يساوي كام؟ يساوي 2، هكتب هنا كام؟ 2. كده خلصنا المحاضرة الثانية من شرح منهج فراندول، ونشتغل بكتاب أوروفار اللي أنا أتشرف وأكون أحد مؤلفيه. بتشتري كتاب، الكتاب عبارة عن ترمين مع بعض، موجود في كل المكتبات. الكتاب ترمين
وكتابين، واحد امتحانات والتاني اكزرسيس، او واحد اسف واحد شرح والتاني تمارين وامتحانات، وتشتري كتاب وتتابع على الشرح على اليوتيوب. كان معاكم مسيو ايمن سعيد، اوروفار، جيفوزام.